الداعية لا بد أن يكون فطنا. أنت الداعي ده ما بيحفظ لك كلام في ورقة ويجي يقرأ للناس، لا بد تكون فطن وذكي وتعرف مكر الأعداء. الآن الخطر عليكم، ما في صوفي يجي يقول لكم إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلات فقل يا عباد الله احبسوا. أشوف هذه تحفظتوها والرد عليها، وفي حسان بن معروف السمرغندي وضعفوا الذهبي في ميزان الاعتدال حافظنا، بيقوم عليه واقرب سلف يصغيروني جضع لاسه بيطقطقوا الموضوع منتهي. ده ما حيكون اسلوب الاعداء. لكن انت ما تتخيل انه خلاص جيم اوفر، لا، اسلوب العداوه تغير. اسلوب العداوه الان زي ما ذكر اخونا الشيخ مزمل قال بيتحول الاعداء الى تبني المنهج السلفي والزياده فيه. شفت الشغل بيكون كيف؟ بعد ده الجماعه البرة ذاتهم بيجوا جوا وبيخشوا معاك في ضمن دعاة الحق بالمسمى وبجلابيه البرة، ويزيدوا في المنهج السلفي غلوا، والشيطان لا يضره انه انت طلعت به جاي ولا طلعت به هنا. في النهايه دارك تطلع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما اهلك من كان قبلكم الغلو. هيجوا يعملوا لك فيه جرعات زياده وما من منهجنا. طيب لو سالتني العلاج شنو؟ نمره واحد، اعرف منهجك. اعرف منهجك، لو ما عرفته اي زول بغشك. ما بيكتبوا في الفيس انت شايفه؟ بيخط لك صورة بعمة ودقن وبيكتب لك دعاة التوحيد ولا المنهج السلفي ولا الدعوة السلفية 1 و2 و3 هذا كاتبه لك. انت طوال بتجي بغباك جاري على خشمك بتتكون فيها، ما جايب خبر. لكن انت لما تعاين الزول السلفي ده ما انت عارف منهجك شنو، عاين في الكلام اللي بيكتبه الزول ده هل بيشبه السلفية؟ في أحداث مرت قريب واحد وصف لنا أسماته قال وهؤلاء ديل عباد القبور، تكلم لي عن أربعة أنفار بأسمائهم، قال هؤلاء عباد القبور. أنت عارف أنا لما قريت الكلام ده قلت لهم ده من الخوازيق، لأنه نحن كسلفيين منهجنا منضبط في التكفير. نحن منهجنا منضبط، تكفير الأعيان ده ما شغلنا نحن. نعم نكفر من كفره الله، كفر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن قامت عليه الحجة استوفت الشروط انتفت الموانع حكم عليه أهل العلم بالتكفير بكل الخطوات دي كلها حكم عليه. نعم نحن بنرى أنه كافر، لكن كونه في الفيس وواحد يعني ساي بس هو ما اظن جزء عم ما محافظه طوالي كافر قال يا زول. طبعا الناس ما فرزوا، الناس العامة البرة، لكن انت مفترض تفرز. انت طيب تلقى واحد سلفي عامل الله يجتهد، انت درويش؟ درويش انت؟ تعمل لايك لشنو؟ اعرف منهجك، هذا مو منهج اهل السنة، ده ما منهج أهل السنة والجماعة. فأول نقطة تعرف منهجك وتدرسه، والمنهج ده بيتعلمه ما بينزل للإنسان من السماء. نحن لسنا صوفيا ندعي العلم وحي من الله، لا، العلم ده تقعد له وتدرسه تتعلمه تعلم، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. العلم ده تتعلمه، لكن كونك انت قاعد هناك في اخر الدنيا وعامل فيها تغيان ومفتري والعلم ده انا ما بجيه، ويقول لك الوسائل اتطورت وانا بفتح موبايلي بتعلم، ما حتتعلم ليوم الدين. اكلمك ما حتتعلم، ومكتبتك الراسيه في البيت دي قايل انه ده علم، ده ما حقك انت، ده كتاب التوحيد حق محمد عبد الوهاب.
وفتح الباري ده بتاع ابن حجر، ما حقه، ما تغتر. العلم تجي تطلبه في مظانه